I can tell you have good taste. السلام عليكم، صباحكم الله بخير، حياكم الله. طبعا فيديو ما كنت والله ناوي يعني فجأة كذا، لأني شفت كذا، شفت تحمس صراحة، شفت التسريب حق مايكل اللي هو بنفسه نزله في التويتر ولمح، قال أنا بيسوي شيء في الأونلاين، فالناس ربطتها قالت خلاص يعني أكيد التحديث الجاي اللي هو والله باقي عليه. إحنا الحين شهر كم؟ شهر 6 6 7 8 9، يعني بعد 5 شهور إلى 6 شهور تقريبا، بس والله تروح بسرعة. خلاص يعني تقريبا ممكن يكون التحديث خاص لمايكل، والسنة اللي بعدها تريفر زي كذا أتوقع. أنا الموضوع مو بهذا، الموضوع يعني صراحة أنا مستغرب، يعني الحين في ناس يقولون مو بيقولون، يعني فيه ناس يتوقعون أن التحديث بيكون خاص النسخة المحسنة، وهذا شيء مستبعد السنة هذه، أتوقع أنا يكون مستبعد السنة هذه. ليش؟ أول شيء لا تستمنى يا ابن حلال، أول شيء النسخة العادية اللاعبين فيها أكبر، يعني خلنا نقول مثلا النسخة العادية اللي يلعبون فيها مثلا ضرب مثال، خلنا نقول 10 مليون مثلا، أو ما شفت 10 مليون، خلنا نقول 5 مليون، عدد كبير بس خلنا نقول 5 مليون، خلي العدد شوي يعني 5 مليون، خلنا نقول 4.5 مليون يلعبون النسخة العادية مقارنة ب 500,000 يلعبون النسخة المحسنة، يعني فرق كبير جدا جدا كبير. فأنا أتوقع والعلم من عند الله، طبعا أنا أتوقع وأتمنى أنها تكون على نسخة النسختين المحسنة والعادية. ليش؟ لأني أنا ما بعد شريت بلاي ستيشن 5 للأمانة، وخطتي إذا الله أحيانا أني أشتريه في 2023، حتى مو بداية 2023، نص 2023 كذا، لأني أحس الوقت هذا بيكون إن شاء الله يكون فيه ريدمشن 1، ممكن يكون على نازل ريميك أو ريماستر أو وبيكون فيها ألعاب ثانية، وبنحتاج أصلاً بنحتاج بلاي ستيشن 5 بعد سنة أو سنة ونص. ليش؟ لأن روكستار تبدأ تلعب بالذيل شوي، يعني تضطر، يعني حتى تحديثات يمكن ريد ديد أونلاين يمكن يخلونها، ما أدري صراحة، يمكن يخلونها ينقرونها، يحس ينقرونها على 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 بلاي ستيشن 5، ويمكن يصير نسخة محسنة يحطون فيها بعض المزايا، مثل الحين اللي جالس قدام الاستديو، اللي انتشرت صوته جالس قدام الاستديو، في ناس ربطوها قالوا هذا شيء يخص التحديث وهذا تشويق وزي كذا، وطبعا الشيء هذا ما نزل الا نسخة محسنة، انتم متخيلين؟ فهذا اللي يخوف الناس، اللاعبين، ان التحديث بيكون على نسخة محسنة. طبعا انا ان شاء الله باذن الله اتوقع باذن الله يعني السنه هذه بيكون التحديث نسختين، يعني النسخه العاديه والنسخه المحسنه، لان غباء من روكستار اصلا، يعني شيء يعني توها مسويه نسخه محسنه، فلازم تعطي اللاعبين وقت لين يشتروا بلاي ستيشن 5 ياخذون النسخه المحسنه. فاتوقع بدايه من السنه الجايه اتوقع خلاص بيوقفون الدعم اصلا، هو رئيس بلاي ستيشن اصلا نفسه قاله كان نوقف الدعم للبلاي ستيشن 4 2023 تقريبا، لكن ما اكدوا، بس اتوقع خلاص يعني الامر محسوب، اتوقع كذا. وروكستار بدت شوي تركز على الجيل الجديد، البلاي ستيشن 5 واكس بوكس، ايش اسمه هو سي اكس، ما ادري ايش اسمه، ما ابغى اتفلسف زياده اني ما اعرف صراحه. فاتوقع ان شاء الله التحديث بيكون على النسخه العاديه والمحسنه السنه هذه 2022، لكن 2023 احتمال تقريبا، يمكن اقولكم اكيد انه بيكون على النسخه المحسنه خلاص. واغلب الناس يعني بعد سنه ونص تقريبا بيكون شاري بلاي ستيشن 5 اكيد خلاص. انا قلت لكم خطتي السنه الجايه 2023 بشهر 6
شهر 5 شهر 6 شهر 5 لأن الله يقلع عام لازم نشتري بلاي ستيشن 5 ضروري. ف ان شاء الله ان شاء الله التحديث يكون على النسخه على النسختين باذن الله. اني صراحه ضايق صدري واتمنى انه يكون على النسختين لانه لو صار على النسخه المحسنه انا للامانه مالي نفس واعود اشتري جهاز جديد وادخل فيه وانقل البيانات هناك وما ادري ايش. فصراحه ما راح العبها يمكن الا السنه الجايه اذا الله احيانا على اذا شريت بلاي ستيشن 5 احتمال يمكن حتى ما اشتري السنه الجايه ما على حسب المزاج يعني. لكن نقول ان شاء الله بس نقول ان شاء الله باذن الله ان التحديث يكون على النسختين. والامانه انا متحمس جدا لتحديث جراند. تحديثات جراند دائما اسطوريه. شوف تحديث فرانكلين كيف لقط يا اخي حتى المبنى حق فرانكلين والتغيير والمهمات مع الامار وضحك زي كذا. فما بالكم مايكل. انا طبعا مايكل شخصيتي ماي فيفوريت شخصيتي المفضله مايكل. وصراحه فرانكلين ما اميل له زياده صراحه يعني مع انه ترى يعتبر اسطوري كله مساطير. لكن انا شخصيتي المفضله من زمان يعني من زمان من ايام بلاي ستيشن 3 وانا احب مايكل صراحه يعني احب شخصيته واحب كلامه وطريقة أدائه حتى الكوميدية ذي الكلام يعني تحس إنه يعني شوي زعلان مع زعلان كذا وشوي يضحك يعني. فمعليش لا تأخذني تراني شوي يعني ما نمت من أمس فشوي يعني ملخبط الكلام لأني صراحة جالس أفكر أقول يعني معقولة التحديث بيكون للنسخة المحسنة. ان شاء الله ما يكون نسخه محسنه ان شاء الله يكون نسختين صراحه. وصل انا ضايق صدري لو صار على نسخه محسنه مشكله ما في امل اشتري بلاي ستيشن 5 السنه هذه ما في مره 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 ما في شيء يستاهل. لكن والله بنشوف التحديث حق جراند وخصوصا مايكل شخصيتي المفضله والله ما ادري عاد احتمال لو صار على نسخه محسنه. وطبعا التحديث مو بنازل الا يمكن يعني مثل ما قلت هو بعد 6 شهور. فما ادري اذا على النسخة المحسنة ممكن اضطر اني اشتري بلاي ستيشن 5 علشان مايكل علشان التحديث. لو التحديث ثاني ما في مشكلة بس مايكل شخصية اقدرها كثير واحبها كثير صراحة. لكن ان شاء الله باذن الله التحديث بيكون على النسختين. يعني ارجو ان لا تفعل ركستار عملا احمق والله وتخلي التحديث على النسخة المحسنة. غلط كبير. عدد اللاعبين اكبر في النسخه العاديه والتفاعل اكثر في النسخه العاديه والجلتشات اللي يحبونها اللاعبين على النسخه العاديه اشياء كثيره جدا يعني. فنقول ان شاء الله باذن الله نقول ان شاء الله باذن الله انها تكون على النسخه على النسختين المحسنه العاديه وبس. واتمنى اني ما افضت في الكلام ويعطيكم الف عافيه وفي امان الله.